يعبد الله بما شرع، يحذر من البدع والمخالفات. ولهذا فهي دعوة إلى من اعتنقوا بعض الطرق التي أحدثت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا رهبانية في الإسلام، حتى الرهبنة في عهد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة، يعني العزلة عن الناس وعدم الاختلاط بهم ودعوة التفرغ للعبادة، لا، لا يمكن أن يكون هذا من هدي المسلم إلا في ظروفه في آخر الزمان كما أوضحه أهل العلم. ولكن يعبد الله بما شرع، يحذر من البدع والمخالفات. ولهذا فهي دعوة إلى من اعتنقوا بعض الطرق التي أحدثت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الطرق في الاعتقاد والطرق في السلوك وفي المنهج، كل هذه إذا خالفت الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فهي مرفوضة، إن جاءت بالغلو أو التشدد والتطرف والتنطع أو بالتساهل وترك السنة واعتناق طرق أو مذاهب أو غيرها من المسالك غير منهج الكتاب والسنة، فليحذر المسلمون ذلك.